مجالس أهل الفقه خير وسيلة بها ينجلي ران الجهول مدى الدهر. إذا كنت ذا جهل بحكم محير فسل عنه أهل الذكر إن كنت لا تدري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلا استنجاء نبر إياك أران ينبرو استنجاء مالت كمخرجين ويمدمو ከተጸዳዱ በኋላ የሚወጣን የቆሻሻ ቅሪት በውሃ በማጠብ ወይንም ደግሞ በደረቅ ነገር በማስወገድ ማጽዳት ማለት ነው። ዋጅብ ነው ያለምንም ልዩነት፣ ወይንም ደግሞ ሱና ነው ያሉም አሉ። ዋጅብ ነው ያሉት امام الشافعي هنن بلوال وبه قال احمد واسحاق وداود وجمهور العلماء وروايه عن مالك، وقال ابو حنيفه سنه وهو روايه عن مالك وحكاه القاضي ابو الطيب وغيره عن المزني. واجبنا يملوا تسوج يامطوت ماسرجا بالفو بروجرام يتقسم حديث الله حديث اخرجه النسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليستنجي بثلاثة أحجار. دارين من جمرو دمو ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما يعذبان. ولتك أبرا تقبل لفو إنني قبروك يتكتون يعلو تعلو. وما يعذبان في كبير بتلك نجر على اللي من مكتوت عند النسوا استساسب بلا إنه لكبير. قالوا ما لست بلو عندهم كبار نالوا بشرعوا ميزان النا الله زند ما لنا. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول عند الجو كشنت راسون أي كلكل من البرمالات نجاسة سونت لا يندينو رأيك لا كلمنا برمان لا يجعل بينه وبين البول ساترا أي مانعا من بقائه على جسده دايكر عادر قمنا بر مالت بدن بايس أدامنا برمان. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. إيه دليل لمن؟ لأنه لا يعذب إلا على ترك واجب سنة يتوسو أي كتا أصلا يواجب تعريفه واجب ان سيستواوكم عندنا يالوت ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه هنا يعني تقطعه لما نيو يتواوسو يمياسقطاو لياسقطاو يميشل درغيت مالنا واجب مالت سلازي واجب نو مالتنا ملكته. واما استنجاء مدرجو كما ندنو كتباله من البول والغائط ك وها شنتنا كسغرا استنجاء يادرغال وغيرهما من كل ملوث كمان نياوم يميبكل كهونا نغر كله استنجاء يادرغال دم لمثالي مذي بيوطاو مني استنجاء اللبث نجاسة ونجاسة للنزاع على السن متعبتها لن ودي يميبالها اللي قلبته بمدكم الناس رابة ما بزاتي تنسام ميوت ازلق لك نقر ويدقمو سميتن بما استاوس كذر فساشوش ميوتا مني مذي يبالها دم بيوتا عند حيض عند نفاس نا ايهي نقر مالتنا انقدي لا يستنجي من الريح والبول طياك إلو
من الريح والنوم. قال الجرجاني مكروه. وقال الشيخ أبو نصر المقدسي هو بدعة. ريح والتوت استنجاء ميارك سوك على مبتدئ نور يلي اللي نقرنه على مو نجاسا ما سوقرنه نجي في حد ذاته عبادة هو نوار اللهم وضوب هذا لك قدرس جاء تارك مار نجاسا سينور بيتشانه ريح دمو نجاسا أيد اللهم ترمي داسس نقرم أيد اللهم نعم لنا. ونقل في الكفاية عن ابن الرفعة قال إذا كان المحل رطبا ينبغي أن يجيء في الاستنجاء منه خلاف بناء على نجاسة دخان النجاسة كما قيل بمثله في تنجس الثوب الذي يصيبه وهو رطب. طيب والأفضل بلاج مهونو أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء مجمريا بيرينغاي አድርቆ ወይም ጠርጎ ከዛ በኋላ ውሃ ማስከተል ተመራጩ ይሄ ነው ይላል። ድንጋይ ሲባል ማንኛውም ሻካራ ነገርና ቆሻሻውን ከቦታው ማንሳት የሚችል ነገር ይተካዋል። ዛሬ ለምሳሌ ሶፍት ፔፐር ወይም ቲሹ ምንድን ነው ይባላል ወረቀቱ ማለት ነው ወረቀት አይነት ለዛም አይሆን አለ እንደ ፕላስቲክ እንደ ይሄ ራሱ አይንት ወረቀት እንደውም ነጃሳውን ሊያሰራጨው ይችላል የጽሁፍ ወረቀቱ ራሱ በደም ካለ አሸው በስተቀር ነገር ግን ያኛው ወረቀት ያስወግዳልና የዛ አይነት ማንኛውም ነገር ይሆናል ማለት ነው። ለምን እንደው መጀመሪያ ድንጋይ ከዛ ውሃ ያለው لان العين يزول بالحجر او ما في معناه والاثر يزول بالماء ነጃሳው ዛቱ በድንጋዩ ይነሳል ቅሪቱና ርዝራዡ ደግሞ በውሃው ይወገዳልና ይሄ ቀደም ተከተል ቢጠቀሙት ግዙ ነው። ስለዚህ ድንጋይና ውሃን በአንድ ላይ ማሰባሰብ ይቻላል ማለት ነው በመዝሐቡ መሰረት እንደም افضل ነው። አዎ እንደም افضل ነው። አዎ ምክንያቱም ያው የተፈለገው ነጃሳ ማስወገድ ነው። ነጃሳ የበለጠ የሚወገድበት ነገር መጠቀም ምንም አይከለክልም ነው። አንዳንድ ሙአሲሮች ቢድአ ነው እስከ ማለት ድረስ ይሄዱ አሉ። تشدد النص داو يتوالو لبيان الجواز بدينك بيتشا متتقم تشلال بوها بيتشا متتقم يتشلال جمع ما ادرغو يتشلال لا يتشلم نمطابطالن اهو النسو عند مذهبو يهن فاذا جمع بينهما فلا تشترط طهاره الحجر جمعك ادرغه دينغاو طهاره مهون شرط عدل مكناتهم دينغاو لا تطهير عدل اللي بيتتقمنا يالنو لازاله العين نو انج يعني طهاره مهون شرط عدل كما صرح به العجلي ونقله عن الغزالي واستدل للجمع جمع ما رغ تشال لميلو دليل بلا يمتوت بما روي ان الله تبارك وتعالى اثنى على اهل قباء فقال فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عما يصنعون فقالوا نتبع الحجارة الماء ايه دليل اللالو ايه دليل جن مسرت يالو دليل عدلم نتبع الحجارة الماء ما لتها اتشو ما لنو قرآنو قرآنو جن بزي سببنا يورادو يمي لونو فساساتك نزاب يمي وسلو سوى اتشالو. قال النووي في المجموع ليس له أصل في كتب الحديث اصل اللون بكتب الحديث استلال يعني لفظه نتبع الحجاره الماء عندها لونجي نووي اصل اجنتن اللتال. فقد رواه البزار في مسنده قال حدثنا عبد الله بن شبيب قال حدثنا احمد بن محمد ابن عبد العزيز قال وجدت في كتاب أبي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء. قال البزار لا نعلم أحدا رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز ولا عنه إلا ابنه. وقال الحافظ في التلخيص ومحمد بن عبد العزيز ضعفه ابو حاتم
فقال ليس له ولا لأخويه عمران وعبد الله حديث مستقيم وعبد الله بن شبيب ضعيف إن كان سنده يقراه لاجه أصل له يميل سلتناقر نووي يعني عندما أصل له يالو السوج استدلال يدر رقبت ما وقنا كان درجة ومتكس أسفل لاجه سلوهنا نو سنده ضعيف نوين جي فينش عله كزيرو تنستوار اللي متناقروت نقر قن ما سرجا يهونا التبلو في محل النزاع تكتك بوتالي عندما سرجا متقصوت على اللهم وقد روى الحاكم من حديث مجاهد عن ابن عباس أصل هذا الحديث وليس فيه إلا ذكر الاستنجاء بالماء حجارة يميل ساينور دمو حاكم يوروت لله طريق علم ولهذا قال النووي في شرح المهذب المعروف في طرق الحديث أنهم كانوا يستنجون بالماء وليس فيها أنهم كانوا يجمعون بين الماء والحجارة وتبعه ابن الرفعة فقال لا يوجد في كتب الحديث هذا في كتب الحديث وكذا قال المحب الطبري نحوه ورواية البزار واردة عليهم وإن كانت ضعيفة يانغري صفي حديثنا يالو على كل حال بزج بوتالاي ولتون جمع لما ادرك دليل بلانا من تقصو نغير الا تنكر راي هنا نغير من حيث النظر دو انت سنل مانع على ما لا تنشل اصلا استنجاء راسه تعبد ادلم سوت ما يردوا زلاينا بدعه متلو تعبد سيهن استنجاء علامه إزالة النجاسة نجاسة ما سوغر كيف ما كان يتشال سلزي جمع بيارق لا ينكر عليه إن استغنى بالماء فحسن وإن استغنى بالحجارة وما في معناها فحسن تنقال تتكمو ويبدمو تنقال لتكام مشل تتكمو بس جاوب يكاكا طرونو ማዮን ድንጋይ ተጠቀመ ጊዜ ሶስት ጊዜ ማድረግ ይግድ ነው لما جاء في صحيح مسلم من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نستنجي باقل من ثلاثه احجار ويروي مثله عن علي وغيره حديث صحيح حديثه قال له ሶስት መሆን አለበት يميل ابو حنيفه ሶስት شرط على لم يترك هنا يبقال الى له لمن سلواتو من استجمر فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج من سنن استحديث هذا حديث حسن نو استجمار يدرج سو وتر يدرج كدرج طرو نو الزام شجر يلوم نو بين جمع بين الحديثين من يميلوت كثوست بلا يلال لو الزام منلو اسك ثوس درس واجب نو لانه تضافرت فيه نصوص هي اقوى من هذا الحديث كزي بلده سله هنا مال امر يلبت له يبالا ما ادلا تعبد محض مبالنا معلوم محكوم من انه يبالوا معلوم المعنى مبالنا قال الله امر قوس لنقدم امر الله سلامنا امر الله واجبنا هو لنل انشلال قلنا عباده محضه ها سلهون ما بيون يا عنده صلاه واجب يكون نبر عبادة سلوهونا سايحون لا تقوم به مصالح العباد إلا به فإذا أسفل لقنونه إيها هون أصول أنتنه وزو غوصة النار جم على كل حال نفلقوا نجاسا ما سوقنا معقول المعنى مكنياته يتوقع نمارتنا اطبوا يتبال نبت على نجاسا مسجر سلم ما يتشال معنا فالله أعلم ويجوز أن يقتصر على الماء بوها بيتشا ما بكاكات يشلال لما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء أن الفقهاء بوها استنجا مارك كرهان ويالوه اللوالو طعامنا وناكبرون مكأنسنا ويحكى عن مالك ما مالك راساتك بلو تالب على قنه هي حديث صريح نو لقنا دمو نجاسا لما سوقرك وهي بلت قوة يلو نقرم يلم ايوانم يلزا انا بوها استنجا يدرقون بارلا او على ثلاثة احجار ويدقمو بسوست دنقاي مبقاقاتي چلال ينقي بهن المحل بوتاون يمياس اداباتشو يهون هي شرطنو
فإن لم يحصل الإنقاء بثلاثة وجبت الزيادة مالن بسوست مصدات كالتغني مچمر جديتها نو لمن غرضه التغني من استنجام استنجام استجمار ميبالا فلا يجزئ أقل من هذا العدد كجبتاچ ايهونم وإن أنقى بياس أدانكا سوست مبلات قدنو نص عليه في الأم وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وقال أبو حنيفة ومالك وداود رحمه الله الواجب الإنقاء واجب ما أصدات بيتشانو سوست مبالو نقر يلا مالو فإن حصل بحجر أجزأه وهم محجوجون بما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه سوست يتكم تجزئ عنه كذا بتاجك هنا لا تجزئ مالاً مفهوم هي شرطنا وروى مسلم عن سلمان قدمتك الشوال لهنن الفارسي رضي الله عنه أنه قيل له قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة نسأل لك علم بلو إيه إن أنت نبي نمو إيش أنت بيت سرعتم يستمر قبان دي يستمر وأطار يهون نقري يجهلات شونه نجي نعم ما قال لين دمنا يو تسعدات لياس كوننا يقبام نبرا لياس دنك إنا لياس ودسنا ميقباو نجي تسعدات منو مياس نورو إيه إن أنت نبي نمو حتى الخراءة يستمرات شوال شلو قال أجل على أنتنا سلمان قال أجل تككلنا على بميقبا أكورانا لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ودك بلا بسقرانا بشنت اندان نزور بكن يجاتشن اندان طرق هناك سوست دنگاي بتاچ اندان نتقم عزونا لله سوست دنگاي مالت يدنگاو قطر سايهون يتفلقو يمسح قطر نو يلالو جمود على الظاهر قالونا بستكر عندم دنگاي هونو سوست ردف يالو هونو نجاساون مياسوغد كونه يبقال يجد سوفت ستتقم سوست بوتا ما بتاتسم لازم ايهونم مالن ተቀጣጣይ ሆኖ በሶስት አቅጣጫ ከተጠቀመ በቂ ነው ማለት ነው በዚህ ማዕና ይሄ معقول المعنى ነው እና ማለት ነው فلو مسح بحجر له ثلاث احرف جاز كما نص عليه الشافعي واتفق عليه الاصحاب لكن حكى الدارمي عن ابراهيم بن جابر انه لا يجزئ واختاره ابن المنذر وهو روايه عن الامام احمد رحمه الله ثلاث قطر مقصود له الى له ايه هون امام احمد له ثلاث قول انه يايين يالنا مجمريا له اصلا ثلاث ما درجو لازم ادلم بلا مقصود إنكاء نولي لا قدم هوني أنا ببكت السنوك مقصود إنكاء نولي ناس في اللقم الوان عفوا أحمد اللوم زيوست أبو حنيفة مالكنا داود ناس شون لزيالة سنزيم أخذي اللم على النوزنة تفضل بسم الله الرحمن الرحيم كقدات كرسات سنقر بتهازة هوني تفلقوا بمن تسادة دبسات ساقراني مشنتين ما سقر كهونة وهم أصلنا كوها وتشعلم نجارو تأصلنا شو مالت أنت جذبنا يفلقوا كوهاشون نجار ما سكرنا ما أنساتنا ناك زي جار بتهازة هون بزوهان بزوج جار يتلم مدى نجار على كوها وتشبالو نجارو بمثال ربع ساعة راحون اندت أهرو آمنوا ما عصبو لازم بزوج زي لما سكر مهونة انقري أي هون بوتالي تصارتهو بسوفت مثلا نجارو يتكامونا يودالو راحون ياسمنو من بلونه بزيه مسجد على شيء ودوارجي مسجد على شيء لمبلو أمنا إنه إلى هيدو كالتات أو بوها كالتات كامو عندما يبقى قادر قاس فعله إن هي استساسب عندي تتخيل بتجمعريم دعمو باللي تاچون بيانس عند فوقها وشمان سوست جزينه يعني مقارنة كارجع قطع وهلا سوست ساب ساب بيقدر قونه إنك هذه قارن بتهازل إلى لو سواس تتكيم هنوم بزهانو تشالو نا عند توتنو يبالال بتعلى بقطر يمن الجال كذي غير بتعز سوتشم لك اندزيو ادغ علي هونوم من نيبت اغاطامي الله انا سكيت نو مفقدو انهم دمو باندنيو بيت مبقاقات انشلال ميلو نغير بيسمربت
ስሜታቸው ራሳቸው የፈጠሩት ነገር ነው። ከየትኛው መذهب የተወሰደ አይደለም። እንግዲህ ሁሉም ይስማማሉ በመጠኑ ላይ ይለያዩ እንጂ በድንጋይ ወይም በሱም በሚተካ ነገር መጥረግ በቂ ነው በሚለው ላይ ልዩነት የለም። እንደውም ውሃ ያስፈልግም የሚል ነው ቀውል ያገኘ ነው። ስለዚህ ወስዋስ ነው ወይም جهل ነው አለማወቅ ነው። ማወቅ አለባቸው። እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች እንግዲህ ይሄንን ነገር መፍትሄ ሊሆኑ ይችላሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ሌላው ሁለተኛው ምን ነበር? ስለዘነጋል እሱ ፈሊንሱር የሚለው ሐዲሱ ضعيف ነው። መጭመቅ አለበት ብልቱን የሚለው ሐዲሱ ضعيف ነው። እብይሆንም ቢያደርገው ጥርጣሬውን ለማስወገድ እንቅስቃሴም ቢያደርግ ጥሩ ነው እስከማለት ይሄዳሉ ፉቃሃዎች። ነቅነቅ ብሎ ተወሰነ ጉዞ ተጉዞ ማረጋገጥ የሁሉ احتياط የሚያረጉት ነው እንጂ እንደ ሸርጥ የተቀመጠ ነገር አይደለም። በሸርዕ ደረጃም نص ያለው ነገር አይደለም። ባያስ ለምዱ እንደውም خير ነው። የወስዋስ በር ይከፍታል። ማይቋቋሙት خيال ውስጥ ይገባሉ ሰዎች። ጀማዓ ሁሉም ያልፋቸው ሰዎች አሉ። በዚህ ተነስተው እስቲንጃውን ካደረገ በኋላ ራሱ መሸከካለ አጥቦ ሲያበቃ የሆነ ነገር ፈለቀ ይሆነው ይላል። እንግዲህ ያስፈልጋ ያለ ማለት ነው። ያ ቢስሚላህ በግራ የማለት በቀኝ እጅ መጣቀም ያለበትም እንትና እስቲ ማርሳ ሲባል አንድ አንድ ሰዎች በብዛት በግራ እጅ ይዝና በቀኝ እጅ ያደራርቃል በሶፍት ምናምን እንትና በሚያረግበት ሰዓት ማለት ነው። ይሄስ እንዴት ይሆናል? በቀኝ እጅ በግራ ይዞ በቀኝ ማደራረቁ ጉዳይ እንዴት ነው? ولا يتمسح من الخلاء بيمينه يميل نصال زي بقني جو اذا اكبابي مدرسه يلبس قال لي ما ليش فلكوت وهاشنت بمشنا بساعات ابزانيا جزي قومو انتنا مشنو بيت ليتاوچ يالو بزن ساعات بغرا اجيزنا ذكرون بغرا اجيزنا سوفتون بقني جيزو يادراريق قصم اكو مدرج يلبس املو እንዴት ነው ማድረግ አለበት የሚለው እዚህ ጋር በቃ ሶፍት ነው በግራጅ ነው ያዝ ያለበት ብልቱ ነው በግራጅ ብቻ ነው መንካት ያለበት ቀኝ እጅ ዘካቢ መድረስ የለበት እንደዛ ነው። እሺ فاذا اراد الاقتصار على احدهما فالماء افضل كولت አንዳቸው ላይ ማሳጠር ከፈለገ ወይ በውሃ ወይ بدنجاي متقم كفلجه وهانو بلاجو لانه الاصل في ازاله النجاسه وطهاره لا اصل السنو وبه يزول العين والاثر بوها دغمو راسو ذاتم يوجدال رزراجم ابرو يطفال ويجتنب استقبال القبله واستدبارها في الصحراء ودقبلا مزورن متنقق علبت بفيتو ወደ ቂብላ ጀርባውን ማዞርንም መጠንቀቅ አለበት። في الصحراء ሜዳማ ቦታ ላይ የሚጸዳዳ ከሆነ ነው አለ። በቤት ውስጥ ከሆነ ግን ወደ ቂብላ ቢዞርም ችግር የለውም። ይሄ እነው እንግዲህ እዚህ መሰላ ላይ ወደ 5 ቀውል ነው እና ሸውካን የሚጠቅሱት ግን እሳቸው አካሄድ ቤት ውስጥም ቢሆን ሸርጥ ነው የሚሉት ቂብላ መጠንቀቅ። ሰህራ ውስጥ ቢሆን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቤት ውስጥ ወደ ቂብላ ዙረው ወይም ወደ ቂብላ ጀርባቸውን ሰጥተው ተጸዳዱ የሚለው የሳቸው ኻሲያ ነው ይላሉ። ሐዲሱ ግን ሁለቱም ሷሂህ ነው። እስቲ እንይ ለሐዲስ አቢ አዩባ ኻሊድ ኢብኑ ዘይድ አልአንሳሪ ረዲየላሁ ዐንሁ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها مزراجا بوتا ستيدو ود قبلة تزورو جربا ما تستو ولكن شرقوا او غربوا ود مسراق ويم ود مئراب زورو قبلة بمسراقنا بمئراب اقطاچا قال هنا معنا قبلاتهم ود مسراق يونه سوچ دمو ود جنوبنا ود شمال مزور ما يالباچو ياو مين نغرو مدينه سلانبره كذا انصار نو هي يتسطاو نو وظاهر النهي التحريم اترغوالو كلكل نو حرام نو مالن نو وعلل بان جهه القبلة محترمه فوجب صيانتها
የቂብላ አቅጣጫ የተከበረ ስለሆነ መጠበቅ ግዴታ ይሆናል። ወሩኺሰ ፊል ቡንያኒ ወል ከኒፊ ኻሰተን ሊል መሸቃ ሽንት ቤቶች ውስጥ ላይ ተፈቅዷል። دليله ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي بحفصة بيت أرى لا يوطهن عندكن لو أنا قداي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته يا الله نبي حاجات جون سياوتو مالتم سيتس أدادو أيهن مستدبر القبلة مستقبل الشام ጀርባቸውን ወደ ቂብላ ፊታቸውን ወደ ሻም ወደ ቤተል መቅደስ አዙረው ሲጠቀሙ አይቻለሁኝ ነው የሚለው። ይሄ ሐዲስ ኢቤት ውስጥ ይቻላል ማለትን ያመለክታል ነው ጀምሁሩል ፉቃሃ ይያሉ ያሉት። ኻሲያ የሚለው አልኹሱሲያ ላ ተስብቱ ኢላ ቢደሊል የሳቸው ኻሲያ ነው ብለ ማለት አንችልም። ኻሲያ ብሎ የሚወስዳቸው ነገሮች የራስ የሆነ ቃዒዳ አስቀምጧል ሸውካኒ። ንግግራቸውና ተግባራቸው ከተለያየ ተግባራቸውን የእሳቸው ኻሳ አድርገን ንግግሩን ይዛለን ንግግሩኛን ይመለከታል ነው የሚለው። ላኪን ሸርዑ ተግባራቸውን ንግግራቸውን ተቅሪራቸውንም ጭምር ነው መከተል ላዚም ያደረገብን። አቅዋል ነቢ ስላ ሰለም ወፍዓሉ ወተቅሪራቱ። ስለዚህ ቀውልና ፊዕል ከተጋጨ ጀምዕ እናረጋለን እንጂ አንዱን ብቻ ይዘን እንዴት እንሄዳለን? ሀ መዝሀብ ልጅምሁር እያስማሙ መሄድ ነው የሚመረጠውና ቤት ውስጥ ከሆነ ችግር የለውም ነው የምንለው። አቡ አዩብ አልአንሳሪ ደግሞ እሱ የነሱ ተግባር ነው የነቢ ስ ሰለም አይደለም። ወደ ቂብላ ዙራ የተሰራች መራሒድ ውስጥ ገብተን እንሕራፍ እንሆን ነበር ነው ያለው። እንሕራፍ መሆን ላዚም ነው የሚል ግንዛቤ ኑሮት ነው እሱ ሐዲሱን ያወራ። እሱ ስለሆነ የአብዱላ ብን ዑመርን ሐዲስ ላይ ያውቅም እኮ ይችላል እሱ ያንኛውን ሐዲስ ያወራ አቡ አዩብ እኮ ነው ራሱ ላ ተስተቅብሉ ቂብላ ተላ ተስቢሩ የሚለውን ይህንኛውን ሐዲስ አልሰማም ሊሆን ይችላል። ወነስተግፊሩላህ ደግሞ ማንም ሰው ሽንት ቤት ተጸዳርቶ ሲጨርስ እስትግፋር ማድረግ ተገኝቷል አይደል እንዴ? አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ እንዳለችው ሲወጡ ወፍራነ ካሉ ነው የሚለው እንጂ ያ ነገር ኃጢአት ነው ብሎ እስትግፋር አላደረጉም። ሀታ ኃጢአት ነው ብሎ የሚያምኑ እንኳ ቢሆን ለምን ወደ ለምን እንሕራፍ አደረጉ? እንሕራፍ ካደረጉ በኋላ ምን ኃጢአት አለ? እስትግፋር አያስፈልገው ነበር። ኢዘን አልእስትግፋር ሁወ ሱና ምን ሱነን አልኹሩጅ ምን አልኸላእ كما ثبت به الحديث في البخاري عن عائشة رضي الله عنها ايه نو وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه مجالس اهل الفقه خير وسيلة بها ينجلي ران الجهول مدى الدهر إذا كنت ذا جهل بحكم محير فسل عنه أهل الذكر إن كنت لا تدري